الان غادي نشوفوا زوج ديال الاهاجات، اهاجتان متتاليتان. اذا غادي توضعوا باء وثيقه اربعه، هذه أربعة أربعة أربعة، هي هذه وهي هذه اللي فوق، هذه تغير في ظروف التجربة، في ظروف التجربة ارتفاع فاش عدد الرحاشات وانتبهوا لي هنا. السؤال ديالي المطروح، قلت ما الذي تغير في ظروف التجربة؟ هذه النتائج اللي سجلناها، عدد الإهاجات. احنا قلنا استجابة العضلة لإهاجتين متتاليتين، وانتبهوا لي هنا. لاحظوا في واحد اللي راني واضع لكم، واحد رقم واحد هيجنا مرتين، لاحظوا ما بين الإهاجة والإهاجة عندي واحد الزمان، ها سيروا اللي بعدها، هذاك الزمان خفضناه، سيروا ليك اللي راه فوقها رقم زوج زدنا قربنا ما بين الإهاجة والإهاجة، سيروا الرابعة قربنا، والأخيرة اللي راه فوقها ثلاثة زدنا قربنا. يعني ظروف الإهاجة راحنا نغيرو الزمن الفاصل ما بين الإهاجة الأولى والثانية، ونهيجو بنفس الشدة، ما نغيروش الشدة، هذا أساسي. عندي إهاجتان متتاليتان، يعني المتغير الوحيد هو الزمن الفاصل بين الإهاجة الأولى والإهاجة الثانية. هذه اللي راه عندكم فوقها رقم واحد، احنا ما غاديش نحلوهم كاملين، غادي نحلو اللي راه فوقها رقم واحد، اللي فوقها رقم زوج، واللي فوقها رقم ثلاثة. هذه اللي فوقها رقم واحد، الإهاجة الثانية تأتي بعد نهاية الارتخاء بالنسبة للاستجابة الأولى، يعني حتى تكمل الاستجابة الأولى عاد كنهيجوا الإهاجات الثانية. حصلنا على رعشتين متشابهتين متطابقتين، ليس هناك أي اختلاف بينهما، عندنا نفس المدة الزمنية ونفس الوزن. فتسجيل المرقم رقم زوج، قربنا الإهاجتين على النحو الذي تأتي فيه الإهاجة الثانية، متى؟ في نقطة اتجاه الإهاجة الأولى. لا، متى أتت الإهاجة الثانية بالنسبة لزوج؟ في اتجاه الإهاجة الأولى. لا، قبل ما تكمل. في أي فترة؟ في أي فترة؟ مرحلة الارتخاء. إذا الإهاجة الثانية تأتي خلال مرحلة الارتخاء بالنسبة للاستجابة الأولى، انتبهوا لهنا. في الحالة الأولى عندي هذه إهاجة أعطتني رعشة عضلية معزولة، ها الإهاجة الثانية فين جات؟ هذه S1 هذه S2، لا ستيمولاسيون S1 لا ستيمولاسيون S2، هذه أعطتني رعشة مماثلة. هذه الحالة الأولى اللي راه عندكم فوقها رقم واحد، رقم واحد. الحالة اللي فوقها رقم زوج، إذا عندي ها الإهاجة الأولى أعطتني الرعشة خلال مرحلة الارتخاء، جات الإهاجة الثانية، ها الإهاجة الأولى ها الإهاجة الثانية. إذا ما الذي وقع؟ لم ننزل، لم نواصل النزول، ولينا صعد، صعدنا، ولكن كيف هو هذا الصعود؟ بوسع أكبر، بوسع أكبر. هذه راه فوقها رقم واحد، هذه فوقها رقم زوج. لا،
نقول لك رقم زوج، هما راهم يقربوا تدريجيا وحنا خدينا ثلاثة من بين هادو. إذن هنا في هذه الحالة نقول أنه وقع التحام جزئي. تابعوا لي هنا، التحام جزئي بين الرعشة الأولى والرعشة الثانية، فيزيون بارسيال دي دو سوكوس، فيزيون بارسيال يعني التحام جزئي أو التحام غير تام. هذا الالتحام غير تام أدى إلى ماذا؟ زيادة في وسع الرعشة الثانية، لأن العضلة كانت مازال متقلصة لم ترتخي كليا، إذن وجات الإهاجة الثانية. إذن الآن في اللي راه مرقمة رقم ثلاثة، متى أتت الإهاجة الثانية؟ هذه اس ان، الإهاجة الثانية خلال مرحلة التقلص، هذه اس 2 جاتنا خلال مرحلة التقلص، حصلنا على ماذا؟ نعم، لو لم تعطى لنا الإهاجات، هذه الإشارة ديال التنبيه ما تعطتناش، عطاونا غير المنحنى غير المخطط العضلي، وكأننا هيجنا إهاجة واحدة بشدة أكبر. إذن هنا كنتكلموا على التحام تام، اون فيزيون توتال، يعني التحموا لي الرعشتين في رعشة واحدة وبوسع كيف هو أكبر مرتفع. مفهوم؟ هادو هما اللي غادي نعلقوا عليهم، غادي نعلقوا على هذا واحد ونعلقوا على زوج ونعلقوا على ثلاثة، وباش ننتقلوا من واحد حتى لثلاثة راهم زايدين ويقربوا في ما بين الإهاجة الأولى والإهاجة الثانية. يلا وضعوا العنوان المخطط تحته وديروا استجابة العضلة، استجابة العضلة لإهاجتين متتاليتين، استجابة العضلة لإهاجتين متتاليتين مع تغيير الزمن الفاصل، تغيير الزمن الفاصل بين الإهاجة الأولى والإهاجة الثانية، الزمن الفاصل بين الإهاجة الأولى والإهاجة الثانية. أرجعوا للسطر ديروا عريضة. إذا أتت الإهاجة الثانية، إذا أتت الإهاجة الثانية في آخر مرحلة، في آخر مرحلة مرحلة ارتخاء، في آخر مرحلة ارتخاء الاستجابة الأولى فإننا نحصل على رعشتين عضليتين معزولتين لهما نفس الخصائص، بين قوسين نفس الوسع ونفس المدة الزمنية، نفس الوسع ونفس المدة الزمنية. وضعوا بين قوسين الحالة رقم واحد، هي اللي راه مرقمة عندكم واحد، الحالة رقم واحد العريضة الثانية، الحالات الثانية عريضة ثانية. إذا أتت
إذا أتت الإهاجة الثانية إذا أتت الإهاجة الثانية خلال مرحلة الارتخاء خلال مرحلة الارتخاء بالنسبة للاستجابة الأولى فإننا نحصل على استجابة ثانية يفوق وسعها وسع الاستجابة الأولى. دون اختلاط المنحنيين فنقول أن كتبها بالأحمر الالتحام غير تام وضعوا بين قوسين التحام جزئي فيزيون بارسيال. التحام جزئي